بكم مشاهدينا من القدس. رغم كل الصراعات ورغم كل ما يمكن أن يفرق بين الشعبين، رغم كل هذا إلا أن صداقة قوية ربطت بين امرأة فلسطينية وأخرى إسرائيلية، حيث جعلتهما مأساة إصابتهما بسرطان الثدي تكتشفان أنه ورغم كل شيء إلا أنه هنالك الكثير مما يجمعهما معا. عن قصة هذه الصداقة التي خرجت من مأساة نتابع تقرير مرام مصلح. كأنهم عائلة واحدة، أو هم فعلا أصبحوا كذلك. هنا يتشاطر أميت الأرجوحة مع بسام، وهناك يمرر يوسف الطابة ليوفال، وكأن ركلة كل واحد منهما تنطق بحق الآخر في الوجود. نحن جميعاً أولاد إبراهيم، نعم صدقوا نحن عائلة واحدة. والله حسستني إنها أختي. لدي أخت ثانية وهبها لي الله واسمها ابتسام. من وطأة الألم ولتطويق الشعور بالصدمة والمرارة التي ولدها السرطان، اقتربت ابتسام من رث أكثر، وهما أيضاً تعانيان وربما أكثر من الأفكار المسبقة التي جعلت منهما وكثيرون في هذه المنطقة ضحايا للصور النمطية التي تروج لها وسائل الإعلام وجماعات آرائهم السياسية لا تتطابق دائماً مع الواقع المعاش. بكفي إني أشعر إنها بتحس فيا، في معاناتي، في مرضي، في ولادي، بأي إشي بخصني. بتمنى السياسيين يحنوا علينا ويرأفوا بحالنا. هذا الأمل في غد أفضل وفي علاقات أوثق تشاطره أيضاً رث، التي تقول إن صداقتها لابتسام منحتها فرصة لاكتشاف القواسم المشتركة بعيداً عن أجواء يطغى عليها التوتر وبؤر الصراع. نحن نشبه بعضنا كثيراً، أنا يهودية وهي مسلمة. التقينا في المشروع المشترك، وعندما رأيتها أعجبت بشخصيتها المرحة. هي تعلمت بنفسها اللغة الإنجليزية واندمجنا كأننا أصدقاء منذ فترة طويلة جداً. تعايش مع السرطان لا يخلو من الآلام، وتعايش مع الآخر لا يخلو من الصعوبات والمناغصات في منطقة اجتياز المعابر الجغرافية، والرؤية الإنسانية فيها تبقى دوماً معادلة صعبة وتحد يومي لكل الطامحين إلى السلام. أمل ينزف ربما، ولكنه يظل حلماً يعيش. معاناة واحدة قادتهما إلى هدف مشترك، وهو إنهاء مآسي يعانيها فلسطينيون وإسرائيليون محاصرون بواقع يبدو أن لا مفر منه. مساعي تقارب أماني ابتسام وروث قد تكون إحدى الخطوات الأولى نحو مستقبل أفضل، حتى وإن طال زمن الانتظار. من أبو ديس لليوم على الحرة، مرام مصلح. وللمزيد حول هذه التجربة والقصة الملهمة تنضم إلينا في الاستوديو كل من ابتسام عريقات وروث إبنشتاين. أهلا وسهلا بكما معنا في اليوم. كيف صحتكم؟ أهم إشي بالبداية ابتسام. الحمد لله، اليوم بخير. اليوم صرتي بخير الحمد لله. روث كيف صحتك أول إشي؟ وياريت تحكي لنا عن العلاقة اللي جمعتك. كيف بلشت هاي العلاقة اللي جمعتك مع ابتسام؟ سعيدة بوجودي هنا. أنا انضممت إلى مجموعة دعم لسرطان الثدي فلسطينية وإسرائيلية، وصلني رسالة إلكترونية أن هناك مثل هذه المجموعة، واعتقدت أن شيئا جيدا سيأتي من شيء سيء. أنا كنت أود أن ألتقي امرأة فلسطينية، ذهبت إلى المجموعة واعتقدت أنني سأكون محظوظة. ذهبت إلى هناك وكانت هناك امرأة جميلة ترتدي حجابا ولها ابتسامة ساحرة وشخصية جذابة. جلست إلى جانبها وها نحن هنا، لي أخت جديدة الآن. طب ابتسام تحكي لنا شو اللي جمعك مع روث؟ يعني شو هي الأمور المشتركة اللي لقيتوها أنه مشتركة بيناتك وجمعت بهاي الصداقة الجميلة؟ والله كانت كتير أشياء، منها أنه إحنا منتمين كل واحدة لجمعية خاصة فيها،
يعني روت منتمية لجمعية إسرائيلية وأنا جمعية عربية عندنا في القدس. فهاي الجمعية كان في مشروع بيناتنا والتقينا سوا يوم الأيام. مشروع اللي هو عمليا مشروع كوب بيجمع بالزبط. بين إسرائيلية وفلسطينية حتى يتحدثوا مع بعض. بالضبط كان يجمعونا كل شهر مرة. يعني كنت من الشهر للشهر أستنى هذا اليوم بفارغ الصبر إني حاب ألتقي فيهم بالمجموعة ككل وفي روتي خاصة، إنه إنسانة حست في وضعي، في معاناتي، في مرضي، في أشياء كثير مشتركة بيناتنا كزواج، يعني إنه زوجها متزوج وعنده أولاد من زوجته الأولى بنات، أنا زوجي كان كمان متجوز بس طبعا انفصل عن زوجته، أنا ربيت له 3 بنات وولد، وأنا هلأ عندي 3 أولاد كمان. فعندي عيلة كبيرة يعني والحمد لله ماشي الحال. كان في قصص يعني شخصية هيك مشتركة اللي جمعتكم. بالضبط. روث، يعني هاي القصة اللي جمعتك بينك وبين ابتسام لأي مدى ممكن أنه تكون دليل على إمكانية التعايش المشترك أيضا بين الشعبين، يعني حتى لو نظرنا عليها نظرة شاملة أكثر؟ أعتقد أن قصتنا هي مثال رائع بشأن كيف أن الناس هم سواء. لو أبعدنا الجدران والقواسم والسياسة والأيديولوجيات فنحن شعب واحد، نحن أبناء إبراهيم، نحن امرأتان، دعونا نمكث سويا وسنجد شيئا مشتركا بيننا. لا أحد في حياتي يعرف، لا صديق يهودي أو أمريكي أو إسرائيلي يشاطر قصتي كما تشاطرها ابتسام، فهي تفهم أن تكون أم لأطفال من زوج آخر، أيضا ضحية لسرطان الثدي، هي تفهم تحدي تربية أطفال شخص آخر، تفهم أن تكوني امرأة متدينة وتؤمنين بالله وتكون لك روح مستقلة. نحن أصدقاء، هذا من الله. جميل. سيدة ابتسام، برأيك الأفكار المسبقة اللي يمكن من الشعبين موجودة بكثرة، لأي مدى هي بتساهم بأنها تبعد بين الشعبين، ولأي مدى هي عمليا حتى يعني المشاركة إن كان بمأساة يعني مثل ما اشتركتي مع روث والاحتكاك اليومي ممكن أنها تقرب بين الشعوب؟ والله بتوقع ممكن في ظروف خاصة، يعني مش بأي ظروف، إنه الأوضاع اللي إحنا عايشينها للأسف معاناتنا إحنا كفلسطينية. يعني أنا لولا إني أصبت بالمرض وانضميت لهاي الجمعية ما كانش ممكن يوم إني أتعرف على صديقتي. فهذا اللي صار معي، إني أنا انضميت لهاي الجمعية وبالمستشفى كنا نروح نتعالج ونشوف بعض وعرفنا بعض، وهذا هو السبب اللي فيه كان معرفتي إلها. وأنا يعني كثير تشرفت بمعرفتها، وكثير إن شاء الله دايما بتضل علاقتنا كثير لأبعد الحدود، يعني نضل متماسكين مترابطين مع بعض، لأني صديقة مثل روث بحبش أخسرها أبداً. تتواصلوا مع بعض يعني أكيد طبعاً. في حدود طبعاً. في يعني لا يمكن إنكار الأوضاع السياسية اللي يمكن أكيد. بتصعب إنه تتواصلوا. حضرتك ما بتبعدنا عن بعض أبداً. هي بتسكن بالقدس وحضرتك من؟ أنا في أبو ديس. في أبو ديس وفيش إمكانية إنه تلتقوا غير بتصريح. بتصريح. فكيف بالزبط. كيف تتواصلوا مع بعض؟ في اجتماع كوب اللي بيصير كل شهر تقريباً مرة وتليفونات. تليفونياً. جميل. طيب روث، يعني في رسالة بتحب إنك توصليها من تجربتك هاي بعلاقتك مع ابتسام، أكيد من تجربة صعبة اللي أنت مررتي فيها، هل في رسالة بتحب إنك توصليها؟ نعم، أود أن أقول عدة أشياء مختلفة. أولا، لو كنتم تشاهدون البرنامج أينما كنتم في العالم وأنا أتحدث بلساني ولسان ابتسام، لو كنتم تخافون أن لديكم سرطان الثدي لا تخافوا، اذهبوا إلى الطبيب. انظروا علينا، نحن متمسكين بالحياة. ابتسام وأنا نؤمن بالاهتمام بالصحة. الرسالة الثانية، نحن عائلة،
عائلة عريقات وعائلتي إبنستين، نحن عائلة كبيرة. بالأمس وكما رأيتم في التقرير الذي أظهره تلفزيون الحرة، أطفالنا يلعبون سوياً كما يلعبوا مع أطفال أخواتي. نحن عائلة كبيرة. لو نظرنا على الجانب الإنساني، لو نظرنا على الحالة الإنسانية، نحن نحب الموسيقى، نحب عائلاتنا، نتعارك، نحب، لدينا عواطف، نكره ونحب. امنحونا فرصة للتعرف على بعضنا البعض، والكل يمكن أن تكون له صداقة مثل صداقتي أنا وابتسام. لن تتخلصي مني، أنا سأبقى صديقة لك إلى الأبد يا حبيبتي. ابتسام، رح تواصلوا على الاجتماع والحديث والاستمرار بهاي العلاقة وهاي الصداقة؟ إن شاء الله. أول إشي مشروعكم رح ينتهي يمكن خلال شهر أو شهرين، فهذا مش رح يمنع أني أضل أتواصل مع روت وأكون على علاقة دائما معها إن شاء الله. إن شاء الله. أنا بدي أتمنى لكم كل التوفيق، وأهم إشي الصحة لإلكم. يعني أولا شكرا لوجودكم معنا، قصتكم ملهمة، إن شاء الله توصل لأدان صاغي. شكرا جزيلا لوجودكم معنا اليوم سيدة ابتسام عريقات وسيدة روث إبنشتين، شكرا جزيلا لإلكم. شكرا لك. مشاهدينا مستمرون معكم بعد موجز الأخبار، جديد مواقع التواصل الاجتماعي مع توني، ابقوا معنا. مساء الخير. ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن مجموعات موالية لروسيا احتلت مقر الحكومة الإقليمية في دونيتسك شرق أوكرانيا. في غضون ذلك قال حرس الحدود الأوكراني إن قوات روسية تواصل تدفقها